بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبابي طالبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، إن شاء الله مع أولى دروس السيرة في الترم الثاني هنقرأ مع بعض درس الهجرة الأولى إلى الحبشة، ونعرف أحداثها وإيه اللي حصل لما النبي صلى الله عليه وسلم حب يرسل الأصحاب إلى الأرض هناك، ولماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم الأرض دي، وكان موقف الملك ملك الأرض دي كان موقفه عامل إزاي، وماذا فعلت قريش عندما هاجر المسلمين إلى أرض الحبشة. في البداية عاوزين نعرف إن كان في السنة الخامسة من البعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم شاف إن أتباعه من كتر الإذاء والتعرض للإذاء والتعذيب، فأشار عليهم أن يذهبوا إلى بلاد الحبشة، وقال لهم: في ملك هناك عادل اسمه النجاشي، من صفات هذا الملك أنه لا يظلم وإنه أمين. فالمسلمين يعني ذهبوا إليه مخافة الفتنة على دينه، وكان بينهم حوالي 11 رجل وأربعة نساء، 11 رجل وأربعة نساء، منهم سيدنا عثمان وزوجته سيدة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وغيرهم. ولكن الهجرة الأولى لم تكن كثيرة، فاشتاقوا هؤلاء إلى بلادهم مكة وعادوا إليها مسرعين. ولكن قريش موقف قريش لم يتغير، ولذلك اشتدوا أكثر في الإذاء والعنف، بل ازداد قسوة وعنف. لذلك فكر كثير منهم من الناس، ولكن موقف قريش ما تغيرش كتير من الإذاء والتعذيب للمسلمين، بل زاد الأمر قسوة وعنف أكتر من كامل الأول. لذلك فكر ناس تاني في الهجرة إلى الحبشة. طب إيه الفكرة في اختيار الحبشة؟ قال لك لأن هناك ملك عادل، ما كان اللي كان يلجأ ليه كان ينصره ويقف معاه. فالمرة دي ما مرتش سنة على الهجرة الأولانية، وخرج بعض الصحابة، كانوا حوالي 83 رجل و11 امرأة، وواصلوا إليها وأقاموا هناك مدة طويلة حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ساعتها بالهجرة. طيب إيه اللي حصل؟ هل قريش سكتت على الهجرة الثانية؟ هل أحست بمجرد مخاوف من الهجرة الثانية للحبشة؟ طبعا الناس في أهل مكة خشيت على أنفسهم من خروج المسلمين لهم في المرة دي بالذات، علشان كده بعتوا لملك الحبشة سيدنا عمرو بن العاص وعمارة ابن الوليد. سيدنا عمرو بن العاص كان لسه لم يسلم بعد، وعمارة بن الوليد ومعها الهدية أو الهدايا القيمة للملك العادل لملك النجاشي، وعاوزين يغدوا الناس اللي كانوا هاجروا من مكة إلى الحبشة. فكانوا بيقولوا له كلمات صغيرة جدا، فكان بيقول له إيه: أيها الملك، إن نفرا، يعني بعض الناس من بني عمنا، يعني من أهلنا في مكة، إن نفرا من بني عمنا نزلوا أرضك ورغبوا، يعني يرغبوا، يعني أبغضونا وأعرضوا عنا، وعن ملتنا، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت، فقد بعثنا أشراف قومهم لنردهم. عاوزين يردوا الناس اللي كانوا موجودين في أرض الحبشة. طيب هل الملك العادل اللي هو النجاشي ردهم وسمع الكلام مجرد أنه استلم الهدايا، والوزراء الخاص بالملك استلموا الهدايا، خلاص كده هيرد الناس؟ لا، قال لك احنا هنجيب الناس دي ونسمع منهم ونشوف ايه اللي بيحصل فيهم. فجابهم الملك النجاشي وقعد يتكلم معاهم، واول ما اتكلم معاهم رفض كل الرفض ان هو يردهم تاني قبل ان يسمع منهم. فسمع منهم، ولما سمع منهم ما يدعون اليه النبي صلى الله عليه وسلم من اخلاق كريمه، هو كمان الملك ده اسلم واقتنع ورفض تسليم هؤلاء المؤمنين الى سيدنا عمرو بن العاص والى عماره ابن الوليد. سيدنا عمرو بن العاص رجع إلى مكة، ولكن عمارة ابن الوليد ظل موجود في الحبشة.
عاوزين نعرف بعض الدروس المستفادة من هجرة النبي، من هجرة المسلمين إلى الحبش. أول حاجة لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا على حاجة سمعا وطاعا، يعني نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في كل حاجة، وإن الملك اللي كان عادل ده كان اللي هو الملك النجاشي، كان ملك عادل وكان منصف، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب يشارك النساء والبنات معاه في كل أمور حياته، علشان محدش يجي يقولك في الإسلام أنتوا مضطهدين المرأة وبتعذبوا البنات وبتخليهم يتجوزوا بدري وحاجات ما يعلم بها إلا ربنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.